وللحديث أكثر عن أزمة المهاجرين غير الشرعيين العراقيين ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بعد أن فقد العراق 18 مواطنا على الأقل في قارب قرابة اليونان كانوا في رحلة هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا، يبرز سؤال كبير مفاده: لماذا الإصرار على الهروب رغم أعداد الضحايا المتزايدة في رحلة لا يمكن وصفها إلا برحلة الموت نحو أوروبا؟ يعني هو لو كان هناك حياة كريمة للمواطن ويستطيع العيش بكرامة ولديه فرصة عمل يكتفي منها على الحد الأدنى ذاتيا، ما كان المواطن يجازف بحياته ويركب البحر في قارب لا يأمن على حياته أن يصل إلى الساحل الآخر. أعتقد هذا نتيجة الضغط ونتيجة الفساد ونتيجة فقدان الأمن في هذه البلدان، جعل المواطن يضحي بحياته لينتقل إلى بلدان لعلها تكون يجد فيها كرامته ويجد فيها عملا يستطيع أن يعيش من خلاله. هؤلاء الضحايا كانوا من نصيب الحدود اليونانية، أما الحدود البريطانية وبحسب مؤسسة القمة لوتكا المعنية بشؤون اللاجئين فإن شواطئها جمعت جثث 16 عراقيا غرقوا أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا. من المسؤول عن كل هذه الأرواح التي ترتقي هربا من الفقر والظلم في العراق؟ يعني بالتأكيد الحكومة العراقية وأحزابها ومؤسساتها هي مسؤولة عن هجرة العراقيين إلى الدول الأخرى، سواء كانت هجرة شرعية أم هجرة غير شرعية، سواء كانت هجرة أم تهجير. كل الذي يجري في العراق تتحمل مسؤولية الحكومة العراقية والعملية السياسية برمتها، رجال العملية السياسية برمتها من 2003 وإلى الآن. وأنا ألاحظ أنه في أي دولة هيمنت عليها إيران هذا البلد يبدأ شعب يعني يبدأ شعبه إما بالتهجير أو بالهجرة غير الشرعية إلى الدول الأخرى، لأنه إيران تعتمد على الأرض المحروقة عندما تسيطر على أي بلد كان. يبدو أن الأزمة تتفاقم رغم حديث الحكومة عن انتشال أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، لماذا تستمر الأزمة كل هذه الشهور برأيك من دون حل جذري؟ لا يوجد لديهم حل جذري، لأنه إن كانت القضية مادية ومالية ووظيفة فالفساد هو المستشري وهذا هيمن على المال العام وسيطرة على أموال الدولة. وأما إن كانت القضية سياسية وأمنية فهم هؤلاء هم جزء من هم المشكلة وليس جزء هم كل المشكلة. فبالتالي من أين يأتي الحل؟ لا يمكن أن يأتي الحل من أيدي هؤلاء، لابد الحل أن يأتي من طرف آخر. فإن من كان هو المشكلة لا يمكن أن يكون هو الحل، فلهذا السبب تبقى المشكلة يعني متأزمة ومستعصية على الحل إذا كان ما دام هؤلاء على رأس السلطة في الدولة العراقية. مع دخول الشتاء وفي ظل انتظار شهور على حدود بيلاروسيا وغيرها من دول أوروبا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي، كيف ترى مصير هؤلاء المهاجرين؟ يعني جازفوا بحياتهم ويعني وأرواحهم، ولكن نقول على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المعاهدات الدولية في حقوق الإنسان والهجرة. لماذا يعني عندما تكون القضية أمام العرب والمسلمين يغض الطرف ويمارس كأنما هم دول دكتاتورية أو دول من عالم الثالث؟ هذا الأمر أيضا غير مقبول من عندهم، عليهم أن يستقبلوا هؤلاء ويأووهم ويعطوهم فرص العمل، لأنهم هم هاجروا سواء بظروف اقتصادية أم بظروف أمنية ونتيجة أوضاع سياسية في البلد. الاتحاد الأوروبي وأمريكا هم يعني يهيئون يسألون الأرض في هذه البلاد ويأتون بالنظم الدكتاتورية أو النظم الوظيفية التي تخدم مصالحهم، ومن ثم يعاقبون شعوبهم عندما يذهبون إلى الهجرة. فحقيقة الحل بيد الاتحاد الأوروبي وبيد المجتمع الدولي أن يحل مشكلة العراق سواء من خلال الهجرة أم يحل مشكلة العراق السياسية الداخلية. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.